الهدف الأساسي من الرقمنة أو أنسنة الخدمات الصحية هي تقديم خدمة للمريض، هذا هو الهدف الأسمى. رقمنة القطاع لا تهدف في حد ذاتها اللجوء إلى وسائل عصرية فقط، بل يتعدى ذلك إلى أشياء أخرى متعلقة بخدمة المريض. الرقمنة أولا ستساعد المريض أنه يستفيد من الخدمات الطبية دون عناء كما لاحظتم منذ قليل. هذا التكفل السريع سيسمح له أنه لا يمر بالطابور ولا يمر بقاعات الانتظار، باستثناء أنه يأخذ رقمه عن طريق الرقمنة ثم ينتظر في قاعة مخصصة للتوجه إلى الطبيب ثم يتم التكفل به، ومن بعد ذلك يبدأ مسار للتكفل بكل المسائل المتعلقة بهذا المريض. إذا فرضا وقرر الطبيب دخول هذا المريض إلى المستشفى سيتم التكفل أيضا عن طريق الرقمنة كما لاحظنا منذ قليل بكل المسائل المتعلقة بالكشوفات وبالأشعة وربطها بالمخبر وغيرها.